السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد معايا. ان شاء الله يا ربي كامل راكم بخير وعلى خير. الوغ اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه تاع حلوه جديده من ضمن الحلويات اللي راهي دايره ضجه في هذا العام، يعني حلويات الجديده. هذا الحلوه هي غاطو لي سوغيز، ولا حلوه لي سوغيز، يعني تعتمد على لي سوغيز في العجينه تاعها وفي لافارس وفي التزيين كما راكم تلاحظوا. تذوب بزاف وسهله وما فيهاش بزاف مقادير، راح تشوفوها معايا. اذا مروا مباشره للفيديو باش نكتشفوا الطريقه والمقادير. وقبل ما نبدا ان شاء الله يا ربي صلوا على حبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونبدأ مباشرة بالوصفة تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بالنسبة للمقادير نحتاج 125 غرام تاع مارغارين اللي هي 3 ملاعق كبيرة تاع ماكلة معمرة مليح، ولا هذا البطاطا تاع 250 نقسمها على 2. 125 غرام مارغارين طرية. نحتاج 2 مغارف معمرين سكر رطب ونصف ملعقة صغيرة لافاني. نحتاج 2 صفار بيض. نحتاج كميه صغيره تاع لي سوغيز مقطعه. انا هنا درت 6 تاع الحبات تاع لي سوغيز كونفيد، يعني مصبر الكرز المصبر درت 6 تاع الحبات، قسمت كل وحده على 4. نحتاج ايضا 2 مغارف تاع نشا ولا مايزينا، ونحتاج كميه من الفرينه مغربله باش نجمعوا العجين. الوغ بسم الله، ندير اول حاجه هي لا مارغارين، لازم تكون طريه. انا هنا مع راه البردو كاع يعني ماهيش طريه بزاف، راح نحلها شويه بالملعقه نساعدها، ومن بعد نكمل نخدمها باليدي. اللي تبغي تخدم بالباتور تخدم بالباتور، يعني بالباتور ولا بالفوي. اذا كانت الزبده تاعكم لا مارغارين طريه بزاف راح تساعدكم بالفوي، ولكن انا راني نعاون فيها بالمغرف. ومن بعد حليتها باليد تاعي هي والسكر الرطب اللي هو 2 مغارف وكميات من لافاني اللي هي نصف ملعقه صغيره، ونحلهم مليح باليدين نخلطهم مليح جوسكا وين يولوا لي خليط كريمي واللون تاع الزبده يولي كلير، يعني يولي رايح للبياض ما يوليش اصفر كيما كان. ثم نعرفوا باللي سي بون المارغارين تخلطت هي والسكر رطب، نحبسوا ونزيدوا البيض. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا الطريقه. الوغ نزيد 2 صفار بيض هكذا، دير 2 صفار ونخلط مليح. اللي تبغي دير حبه بيض كامله تزيد مع هذا المقادير 2 مغارف زيت، اللي تبغي دير بيضه كامله تزيد 2 مغارف زيت، واللي تبغي دير كيما كيفي غير الصفار دير كيما درت المقادير. الوغ نخلط 2 صفار البيض مع باقي المكونات جوسكا وين ثاني يدخلوا مليح في الخليط والخليط تاعنا يولي كلير، يعني ما يقعدش هكذاك اصفر كيما صفار البيض. وزدت معاهم هذاك لي سوغيس اللي كنت مقطعتهم كيما قلت لكم كل حبه على 4، درت 6 يكفو يوفو، ما ديروش فوق 6 باش ما يجيكمش معمر بلي سوغيس من الداخل. اذا وزدت 2 مغارف تاع النشا ولا لا مايزينا، وهنا راني نزيد في الفرينه ونجمع فيه، يعني طريقه جد وسهله كما لاحظتوا معايا البنات. هنا كنت تقولوا لي عطيتينا مقادير اقلال بزاف، كيفاه نديروا باش نتحصلوا على كميه كبيره؟ ما عليكم غير تضاعفوا المقادير البنات. هذه المقادير عطاوني 24 حبه تاع حلوه. الوغ اللي تبغي تضاعف المقادير تحصل تقريبا على 100 حبه، دير ديريكت باطا تاع 500 غرام مارغارين. 500 غرام مارغارين يعني 125 غرام ضربناها في 4، الوغ كامل المقادير تضربوهم في 4. الوغ البنات هنا راني لميت العجينه تاعي كما كنت تشوفوا، خليتها طريه ما تيبسوش العجينه تاعكم باش ما يجيكمش يابس من بعد. لازم الصابلي يقعد لنا هكا هشيش باش من يطيب يطيب لنا كذلك هشيش. اذا ندير هكا، انا ما نستعملش الميزان. البنات اللي تبغي تستعمل الميزان تقدر ديرهم بنفس الحجم وتعبرهم في الميزان. انا ندير هكا كريه عيني ميزاني ندخلها في المول، اذا جات سوا سوا نكملها كاع كيف كيف، واذا جات كبيره نقلع منها شويه ونميز هذاك القد يعني ونكمل به. دوك تشوفوا انا هنا ديجا راني ميزت شحال من عجينه درته، شحال كميه العجين اللي درته في المول. هيا يعني انا تعودت هكذا منذ البدايه، تعودت نخدم عيني ميزاني. اذا ونكمل نعمر المول تاعي بنفس الطريقه، يعني طريقه جد سهله وواضحه، وراح كل حبه راح تلاقوا فيها كميه من لي سوغيز مقطع ومن بعد كي تحلوها. اذا هكذا كما قلت لكم. وهنا بعد ما كملت عمرت المول نحطه في سنيوه تاع حديد، يعني ما ندخلهاش هكذا مباشره للفرن. والعجينه اللي بقات لي ايضا ما نخليهاش هكذا، نديرها في بابي فيلم باش ما تنشفليش. اذا كما قلت لكم نحط المول تاعي في سنيوه تاع يعني اللي ندخلها للفرن، والفور تاعي شعلته على درجه حراره متوسطه من الفوق ومن التحت، ونحطه في الرف الاوسط. والبنات اللي عندهم الريزيستانس يديروا
180 درجة، والبنات اللي عندهم الفور يشعل يا من الفوق يا من التحت، يشعلوه من التحت قبل، عفوا يشعلوه من الفوق قبل، كي يشوفوه حمارات كاع مليح كيما هكا ولا الدوغي يطفوا عليه ويشعلوا من التحت. واللي عندهم يشعل من الفوق ومن التحت كي يشوفوه ولات هكذا يعني حمراء مليحه ينحوا ويشوفوا، اذا تلاقوها هكا دوغي من التحت هي طايبه، واذا تلاقوها مازال يعني بيضه من التحت يطفوا لها من الفوق ويخلوها تزيد شويه برك من التحت جوسكا وين تولي لهم دوغي، وما يحمروهاش بزاف هذا الحلوى، لانه لو كان يحمروها بزاف راح تيبس لهم من بعد. الوغ هنايا نمروا للحشو. هنا عندي كميه من المربى، انا ما كانش عندي مربى تاع لي سيريز، عندي مربى درت عادي تاع المشمش يعني، وهنا عندي شويه تاع لاغوم عطر لي سيريز، ذوق فيه ذوق ولون في نفس الوقت، لاباط اغوم تاع لي سيريز نخلطها شويه. راهي تنباع بلي دوز كيما كنت تشوفوا، هي سي فري القرعه كبيره غاليه، بصح هذو لي دوز يديروا 10000. اذا ندير غير بشويه حتى نتحصل على اللون الاحمر. كي تروحوا عندهم المحل قول له يعطيكم لاباط اغوم تاع لي سيريز تاع الكرز، وين تحصل على اللون الاحمر بيان اللي راني حبته نحبس. نزيد بشويه ونخلط، انا بغيت هذا اللون كما راكم تشوفوا فيه احمر يعني فاقع. اذا نجيب الحلوى تاعي بعد ما طيبتها كاع كما قلت لكم، تحصلت على 24 حبه، ونعمرت المربى تاعي في لابوش. اللي تبغي تخدم بالملعقه دير بالملعقه وتعمر، اذا ونعمرهم مليح بلا ما نطاشي الكاطو تاعي يعني، ونعمر الفراغ نعمره جيدا. اذا هكذا البنات، اذا كان المربى تاعكم يعني شد روحه ماهش جاري غلاصو مباشره، اذا كان المربى تاعكم خفيف كما تاعي دخلوها للثلاجه، للثلاجه البنات ماشي المجمد، مده 20 دقيقه حتى نصف ساعه، غير باش هذاك المربى ولا الكونفيتور يشد روحه شويه ونجي نغلاصيها. الوغ انا درتها في الثلاجه وجيت راني نوجد في الغلاصاج. هنا جبت شوكولاته، انا استخدمت دادا بالحليب، انا يعني نخدم غير بها، اللي تقدر تخدم بالوجدان تخدم بالوجدان، المهم تكون نوعيه شوكولاته جيده في هذا الكاطو. درت كما قلت لكم بالحليب، قطعتها هكا باش تسهل عليا عمليه التذويب. نزيد لها قيس مغرف صغيره تاع سكر زيت هكذا، ونديرها فوق البماغي ونخلط ونخليها جوسكا ونذوب. المهم الاناء اللي ديروا فيه الشوكولا ما يكونش مشمخ، ما يكون فيه ولا قطره تاع ماء، والمغرف ولا لاسباتي اللي تحركوا بها ايضا ما تكونش مشمخه، ما تكون فيها ولا قطره تاع ماء. انا هنا راهي ذابت الشوكولا تاعي كما كنت تشوفوا، هي تبريه راهي روعه. اذا ونجيب الحلوى تاعي ونحطها هكذا فوق الراكليطه، ونرفد الشوكولا بالملعقه ولا، ونبدا نغلاسي فيها بهذه الطريقه يعني، والراكليطه راح تساعدنا باش الزائد من الشوكولا يهبط هكذا. نحركها شويه نخبطها شويه برك باش تمشي لي على كامل الحبه، ويجيني الشكل تاع الشوكولاته تاعي تاع الكلاصاج عفوا يجيني معدول يعني، ومن بعد كي تنشف ونحطها فوق الشباك ولا ديروا يعني غلاف هكا بابي فيلم ولا ساشي فوق طابله، وتبدو تستفوا فوقها ايضا تجيكم العمليه من بعد سهله سيرتو في الفيجيكاو يعني. اذا نرفد شوكولا، جبت الملعقه لانه تساعدني اكثر، ونكمل نقلاص يعني طريقه جد وسهله، فقط استعملوا الراكليطه باش ما تنغبنوش وصباحكم كاع ما يمسوش الشوكولا يعني، تقعدوا تخدموا في النقاوه. وهنا لاسباتول تساعدني باش نزعها ونحطها بكل سهوله فوالا، ونكمل نغلاسي الكاطو تاعي. الوغ هنا البنات غلاسيته ونشف يعني ليه لي سورتو كي راه البرد ينشف بالخف. كميه من الشوكولا اللي بقات لي بنفس الشوكولا درتها في لابوش رقيقه يعني ثقبتها غير ثقب صغير، وخططتها خطوط رفيعه، حطيت من الفوق نص حبه تاع لي سيريز، وزدت لها لمسه من الورق الذهبي اذا حبيتوا، اذا ما حبيتوش يعني تبقى لمستكم وذوقكم. هنا يعني سمحوا لي البنات الفيديو راه شويه فيه ظلمه مش تبان مليح. اذا راح نقسم لكم حبه امامكم باش تشوفوا القوام تاع الكاطو تاعنا والشكل تاعه عفوا من الداخل. الكاطو البنات يذوب يعني يتكسرت كاع، هذا هو الشكل تاعه من الداخل. شوفوا البنات هذاك الكونفيتور، شوفوا القوام تاع الحلوى تاعنا. هاي فقط ديروا الزيت في الشوكولا كما وريت لكم باش ما تيبس لكمش الشوكولا تاعكم بزاف. في فصل الصيف ما فيهاش معاناه تاع تجيكم شوكولا طريه، ولكن في الشتاء تيبس الشوكولا سيرتو كي تكون فيجيكاو. الوغ هذا هو الشكل النهائي البنات تاع الحلوى اللي وجدناه، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. راح ناكد لكم البنات تاعها بنينه بزاف بزاف، سيغتو بهذوك لي سيريز اللي راهم في لاباط مع الحشو تاع لي سيريز هايله بزاف بزاف.
ان شاء الله يا ربي تجربوها وتردوا لي الخبر. وفي الاخير الزينات، ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه البنات اللي دخلتوا جدد للقناه، مرحبا بكم غاليتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. استودعكم الرحمه الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.